لي دوني بيرسونيل، خص بعدا تكون واحد لاشارت ديال الكونفيدونسياليتي اللي كتوضح هذوك هذا الشيء اللي كنقولوا حنايا. للاسف الشديد حنا راه هذه مساله الكونفيدونسياليتي ما كنعطيوهاش واحد الاهتمام كبير. علاش؟ لاننا حنا تو سامبلومون باقي المواطن المغربي كيتقاتل على ابسط الحقوق ديالو اللي هي التشغيل واللي هي الصحه واللي هي التعليم. يعني حنا باقي مرتقينا فكريا باش نتقاتلوا على الخصوصيه ديالنا. ومساله الخصوصيه هي واحد المساله اللي خطيره جدا. انا نقول لك علاش. لانه الا مشينا بالطرق التقليديه مثلا ملي كتهضر على المعلومات الاستخباراتيه او الاستعلامات بصفه عامه، فانت كتهضر مثلا على مجموعه من الاجهزه اللي كيدخل فيها مثلا المقدم. كتهضر على المقدم اخويا كما كان الحال او كما كان شي جهاز استعلاماتي، فهو كيحصل على معلومات انطلاقا من يعني داك الشيء اللي كيراقب خارجيا. يعني هو مثلا المقدم كيجي كيشوف دخلتي مع 8 خرجتي مع 12، دخل عندك هذا، دخل عندك واحد بولحيه، واش فهمتيني؟ يعني هذوك المعلومات اللي كيستقيها تتبقى معلومات اللي نوعا ما نقدروا نقولوا ماشي دقيقه بواحد الشكل كبير. ولكن ملي كتهضر على واحد المعلومات اللي هي معلومات خاصه بك انت اللي كتعطيها انت في مواقع او اللي كتستعملها مثلا في التواصل ديالك، هنا كنقدروا نعرفوا مجموعه من الاشياء. نعطيك على سبيل المثال، انت مثلا كتصيفط دي اس ام اس، انت واحد السيد نفترض، انت واحد السيد مثلا شاد جنسي، نفترض انت واحد الانسان اللي هو شاد جنسي، حاشا ان تكون كذلك. ولكن المهم هذه مثلا انت كواحد الشخصيه معروفه مثلا، ولكن انت شاد جنسي، الناس ما تعرفوش هذا الشيء، الناس كيتلاقاو معاك تحترموك وعندك واحد المكانه ديالك وكل شيء. هاد المعلومات مثلا انت مثلا كاع هذاك البليه اللي فيك، هذاك المصيبه اللي فيك كتخرج انت على برا. يعني انت كتخرج على برا، يعني حتى في داخل الوطن داك المقدم ما تعرفش اش كدير، انت لا فيك شي بليه كتمشي في برا. ولكن باش غادي نعرفوها؟ الا قدرنا مثلا اننا مثلا تنتجسسو غير على لي اس ام اس ديالك، غير لي اس ام اس ديالك، راه كنشوفوا مثلا انت تتهضر مع هذا وتتقول ليه حبي وتتقول ليه، وتيوليو عندنا شي ادله اللي عليك داخلين في الخصوصيه ديالك، في الانتيميتي ديالك، داخلين معاك، حاطين نيفهم معاك. فبالتالي هنا المقدم ولا واحد الوسيله تقليديه باش انا نجيب لانفورماسيون. انا خصني دابا نتجاوز المقدم، خصني انا انطلاقا من داك الشيء اللي عندك انت، يا عندك تليفون، عندك بي سي، عندك كونت فيسبوك واتساب، لي سيرفيس اللي كتخدم بهم، هادو باش تنستقي انا مجموعه من المعلومات عليك انت. يا هنا نهضرو غير في ما يسمى بال نهضرو غير على ما يسمى بالهندسه الاجتماعيه. والهندسه الاجتماعيه عباره عن واحد المجال اللي انا شخصيا كنحبو بزاف. هو اللي واحد لاغ سي ان لاغ دو مانيبيلي لي جون. يعني كتقدر انك تمانيبيلي لي جون بواحد الطريقه اللي هي نوعا ما اما مباشره او غير مباشره باش تستقي معلومات. وبطبيعه الحال ملي كنهضروا على هذا المجال خصوصا في المجال ديال الامن المعلوماتي، كتقدر انك تحصل على مجموعه من المعلومات على الاشخاص عن طريق مثلا برامج، عن طريق مشاريع، عن طريق دي فريمورك كما فريم ووركس. فمثلا لو جربتي مثلا غير تخدم غير بمالتيغو مثلا، واحد الفريمورك ديال استقصاء المعلومات، اكتب غير سميتك فيه وحاول تشوف شحال المعلومات مثلا كنقدر تقدر غير بهذا اللوجيسيال هذا يجبدها من عندك انتيا. تصور معايا انه كيقدر انه حتى يوصل معاك ان العلاقات الاقارب بينك وبين الناس اللي انت مثلا عندك فيسبوك. يعني هذاك اللوجيسيال ماشي هو سي با لوجيسيال، مي هو مشروع فريم ورك. يعني كيقدر مثلا يقول انا كيجبد مثلا خويا سعد راغب، تيقول لك راه هذا علاقته مع هذا، هذا راه خوه، ولا هذا راه كاين واحد البوتنشال علاقه بينه وبين هذا السيد هذا. اش عندك كتهضر في الكاميرا؟ عندك لايف؟ معايا في الكونت بيرسوني. بغيت نهضر معاك في سوجي مهم ديال اش؟ على القبيله. فاش؟ دابا غادي نهضر وحدي معاك ولا لا؟ عنده علاقه غير باش عطيني التوبيك انجينير. زعما شنو التيماتيك؟ جاي بخينا نغونديفو باش نصاوب راسي.
او شيت، يعني عنده علاقة بالاقتصاد. هذا ماشي موضوع، هذا سميتو هذا راه سميتو الاستغلال. الاستغلال اللي كنت شايف، انا تنهضر على الناس على استقصاء المعلومات. انت كديري ماشي سوقي هنايا، تديري استقصاء المال. وانت راه شكيك خديتي الرونديفو عند هنا عند هذيك واخ ما نقدر نقول انا واخ. ايه دابا بغيت هذاك التاب ديالي دابا على اليوم في العشيه. يلا واخا يا تنسالي الله، حتى نهضروا على الاستقصاء ولا راه شحال قلتي افطر هنا ما كيصاوبوش بالفطر. انت قلت لي غنعطيك افطر وتجيبي لي بغيتي، انا بغيت افطر وتجيبي لي بغيتي. واخا داك الشو صاوبني ويلي البارح سمعت طلب شاوليه كامل بالي مع وسرحتهم في الكفر فور. طيب نشوف الكفر فور. ايوا انا جيت الكفر فور شنو السواد؟ عرفتي السواد فين كاينين؟ واش فار واش فار؟ عرفتي السواد فين كاين؟ غتمشي عرفتي عرفتي الطوارئ شتي في ديك ديال الماء لتحت غادي يطلق عليه سمعتي؟ المهم انت ملي تدخل اخويا راه كاين واحد الشرجم هنا، واحد الشرجم هنا راه ما غير كوري راه طلع ما كاينش مشكل، حل الكفر فور هز كلشي ما كاينش مشكل. شكرا عليك. تجبيني اختي الله الا كتعجبيني تي واحد لايف وفي الساروت الله يزال علاش باقي مخبي داك الساروت صافي قول عليهم فين كان ساروت تبارك الله عليك. صار جار استقصاء المعلومات ايوا فوالا قلت لكم انا الوغ قلت لكم ان هاد المعلومات هادو يتم الاستقصاء ديالها بحال مثلا بهاد لوجيسيال اللي كيعطيوك حتى العلاقه ديال الاقارب بين واحد الشخص وواحد الشخص. فبطبيعه الحال هادشي ملي كيتجيب هادشي ملي كتجيبو هادشي كتجيبو من خلال معلومات اللي الشخص بارادته هو حطهم بارادته، وهذه هي المساله. هذا هو هذا هو هذا هو رجوعا الى النقطه الصفر اللي بدينا منها هاد النقاش، هو انه الناس باقي ما تيعرفوش الاهميه ديال لي دوني ديالهم، بل باقي واحد الجهل خصوصا في استخدام الهواتف الذكيه. والمصيبه الكبيره في الهواتف الذكيه انه دابا ولا التليفون كتخشي هاد المصيبه كتخشيه في جيبك. عرفتي شنو هو التليفون؟ ماشي بحال البيسي. ديك الساعه حتى ملي كنا كنهضروا على الخصوصيه فيما يخص الحاسوب، الحاسوب بعدا على ريغور كتحلو مثلا في البيرو ديالك، كتحلو مثلا في واخ في بيت النعاس، مي يعني ملي كتسالي كتسدو او لا باغ اكزوم. ولكن المصيبه ديال التليفون، التليفون راه تيدخل معاك حاشاك حتى للطواليت. هذا هو الاشكال اللي كاين في التليفون. التليفون التليفون معاك 24 ساعه على 24 ساعه، 7 ايام على 7 ايام. الناس ديما عندهم كونيكسيون في التليفون ديالهم، ديما عنده تليفونه في جيبو. هادشي اللي كيخلي ان المساله ديال 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 الخصوصيه كتحضر هنا بقوه مقارنه مع الهاتف. والاغلبيه راه الا جينا نديروا واحد الاستقصاء غنلقاو ان الاغلبيه غنلقاو واحد هنا في المغرب غنلقاو واحد 80% ولا 90% راه ما كيعرفش كيفاش يخدم بالتليفون. راه التليفون سورتو تنهضر على الهواتف الذكيه، لان الهاتف الذكي راه ماشي قديت تنعرف نحل الفيسبوك ولا كنعرف نحل الواتساب ولا كنعرف ندخل الانترنت، راه ماشي هادشي. وسورتو مع الاندرويد كاين بزاف، كاين خص واحد الوعي يكون كبير فيما يخص استخدام الهاتف، وحتى حتى 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 مراقبه البيانات اللي كنشاركوها في الهاتف. سينو راك كتضيع راسك، تحط راسك في محل النقاش. Are you brother? I'm fine. Thank you.